في ذات السياق، أوضحت الأستاذة مها البرجس الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي في نشرة سابقة أن دولة الكويت تميزت بسياسة عدم التمييز في تقديم المساعدات. شهادتي، أنا مجروح أني أنا قاعدة أتكلم عن الكويت وعن دور الكويت، لكن في شيء أساسي يميزها اللي هي تميز الجهود الكويتية، هي سياستها القائمة على عدم التمييز بين الذين ينتظرون المساعدة، سواء كان من الجنس، جنسهم، جنسياتهم، أعراقهم. في كل الأحوال كنا تقدم الكويت المساعدة والدعم لهم والعون لهؤلاء الناس الذين يتعرضون للكوارث ويتعرضون للأزمات والحروب ومناطق النزاع. الكويت موجودة في كل المناطق التي تحتاج العون وتقدم المساعدة. هذا العون والمساعدة ليس وليد اللحظة، ليس وليد اليوم، لا، لكن هذا وليد لكن هذا منذ التاريخ، اليوم متواصل، لأن الأزمات كثرت، الأزمات والكوارث زادت، فزادت احتياجاتها.